بخصوص الأخ سعيد المحجوب، فهو كمعروف عند ساكنة دوار الصراغنة، ولا كاع الناس في مجلس مقاطعة كيليز وكل شيء كيعرفوا في المجلس الجماعي ولا في مجلس المقاطعة، والعمل اللي كيقوم به على جميع الأصعدة. سيد راجل، سيد زعما راجل المواقف، كينصر الضعيف وكيساعد المظلوم، وهذا الشيء كيعرفوا عليه جميع الناس وكاع اللي عرفوه من قريب وحتكوا بهذا السيد. في حين السيد خلزرق عنده معنا حسابات انتخابية، وكل هاد الأمور هادو اللي شار ليهم في هاد بعض المواقع وتدعي أنه كاين السمسارة، وهذا كان تحداوه يجيب لنا ولو رخصة وحدة جبناها ليه أو لا طلبنا منه شي شرشوة أو لا شي حاجة، وكان تحداه. وهو السيد معايا، شريكي اللي معايا في المحل، وجا معنا عدة عوامل تجارية. هو السي عبد الرحمن ايد منصور. السلام عليكم. انا ما بيني وبين السي هشام غير اسمي مشارك المحل، ما كان لا اسمي التصنصير لا والو. هو انا ما مساليش، انا كنت خدام وهو تكلف بالوراق، هادشي اللي كاين. والله يجازيكم بخير، بغيت هذا الفيديو هذا يتنشر على نصاع واثق ويعرفوه الناس جاو العداله والتنميه ويعرفوا شكون اللي معاهم. ومن هذا المنبر هذا كنشكر السيد عبد السلام السيكوري رئيس مجلس مقاطعه كيليز على العمل ديالو والتضحيات اللي كيقوم بها. وكنعاود ثاني نوجه ليه من هذا المنبر، كنوجه ليه من هذا المنبر وكنوجه ليه واحد الرساله بصفته منسق جهوي لحزب العداله والتنميه. كنقول ليه نظف البيت بعض الناس اللي محسوبين على هذاك الحزب لانهم كيوسخوا الصوره ديالكم، وبانهم مخبيين في العداله والتنميه تجي باش يقضوا مآربهم الشخصيه على حساب الناس الضعفاء والبسطاء. وراه تاريخهم معروف على راسهم السيد حميد خلزرق اللي كلشي كيعرف سيرته في دوار الصراغنه.